نبغي لهم قوات التدخل السريع على الأقل ساعة. بنتحمل إن شاء الله. بنتحمل. إلى جميع المحطات. الموقف كالتالي. عندنا عالية متعلقة في الوادي تحت رماية كثيفة. نحن الأمل الوحيد ربعنا. رجعهم لأهلهم. عاد نحصل أعدادهم بالمئات ومنخشين هناك بين الصفوف. زروعي طلع ربعنا بأي شكل من الأشكال. لازم نبدأ الحين.